عليه الرحمات والبركات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدي رئيس الجامعة الإسلامية العالمية السيد مدير الجامعة الإسلامية العالمية سيد رئيس مجلس أمناء جامعة السلطان زين العابدين والسيد رئيس جامعة السلطان زين العابدين ورئيس مجلس أمنائها والسادة العمداء السادة العلماء الأجلاء إخواتي وأخواتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة أشكر هذه الجامعة العريقة رغم قصر عمرها فهي جامعة عريقة وجامعة استقرت في قلوبنا منذ تأسيسها بريادتها بمناهجها المتطورة بأساتذتها اللامعين في عالم الفكر والتجديد والتطوير وبطلباتها الذين نلقاهم هنا وهناك فبسرعة قياسية احتلت هذه الجامعة مكانتها المطابقة لاسمها حقيقة الجامعة الإسلامية العالمية فيسعدني ويشرفني أن أكون في هذه الجامعة وبين أساتذتها العلماء الفضلاء وطلبتها جميعا وإدارتها جزاكم الله خيرا وحياكم الله وبارك فيكم. هذه المحاضرة هي في الحقيقة فكرة أريد أن أضعها بين أيديكم لأنه حينما جئت لم يكن هذا الموضوع يجول في ذهني ولا يخطر في ذهني ولكن لما طلبت هذه المحاضرة فكرت في موضوع أولاً يصلح لي وثانياً يليق بكم وبجامعتكم فقررت أن أطرح هذه الفكرة التي ترون فهي فكرة أضعها بين أيديكم للتفكير وللمناقشة والسيد رئيس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها ذكر أن هذا الموضوع شائك وحساس وطبعا المكان المناسب لطرح المواضيع الحساسة والشائكة هو الجامعة لذلك أحب أن أضعه بين أيديكم للتفكير أنا طبعا لا أخاطب طلبة ولا جمهور من الناس ولكن أخاطب هذه النخبة النيرة من العلماء من العقول المفكرة من ذوي الخبرات نقلب هذا الموضوع وننظر فيه وإذا كان فيه ما يصلح وما ينفع نمضي فيه وإذا كان بحاجة إلى تعديل وتصحيح نفعل ذلك فخير مكان لفعل ذلك كله هو هذا الحرم الجامعي وهذه النخبة وأنا دائما حينما تكون عندي بعض الأفكار التي ربما تثير و تجيب التحفظات أو أنا نفسي أكون متردداً فيها أحب أن أطرحها في وسط علمي يستطيع أن ينفع ويهذب ويصحح ولكن في جميع الحالات يتفهم الفكر ضرورة أن يكون عندنا فكر حر وفكر منطلق من جميع القيود وبعد ذلك كما يقال في العبارة لا أدري كانت هنا في المغرب نقول ولا يصح إلا الصحيح في النهاية لا يصح إلا الصحيح ولكن لكي يصح الصحيح علينا أن نطرح كل الأفكار التي تبدو إيجابية وتبدو ربما تقدمية علينا أن نطرحها دون خوف وخاصة إذا كان السياق والنطاق هو نطاق من يفكرون ويقدرون ويتفهمون فإذا أعرف هذه الفكرة فكرة تقسيم
العلوم الإسلامية أو تخصيص العلوم الشرعية. وقد كتبت فيها شيئا قليلا وجزئيا، لكن ربما الآن لأول مرة أطرحها بصفة عامة وشاملة، حتى إن أحد الأساتذة من أصدقائي لما رأى العنوان قال لي أو أرسل لي رسالة هو في قطر: هذا الموضوع لا بد، هذا الموضوع الخطير كما سماه لا بد وأن يتحول إلى كتاب. فمعناه أن الفكرة تستحق منكم أن تنظروا فيها وتناقشوها وتسهموا في إما في تعديلها أو في الدفع بها إلى الأمام. فكرة تقصيد العلوم الإسلامية بدأت في ذهني وتطورت إلى هذا اليوم. بدأت في ذهني من كتاب الموافقات للشاطبي، وطبعا كما لا يخفى عليكم أنا يعني الشاطبي يمثل تحولا كبيرا في حياتي العلمية والفكرية، وما زلت أصاحبه مصاحبة التلميذ لشيخه إلى الآن. كتاب الموافقات كما تعلمون ويعلمون المختصون بالمقاصد والأصول جعل له مقدمات. عادة الكتب لها مقدمة، غالب الكتب. الشاطبي وضع 13 مقدمة، فهذه المقدمات هي غير المقدمة المعهودة. المؤلف يقدم للقارئ كتابه ويشرح بعض معالمه ودواعيه، لا، الشاطبي وضع مقدمات منهجية عن العلم وغايته ومقاصده ومنهجه. فإذا من ها هنا نبتت هذه الفكرة، وهي أن الشاطبي في هذه المقدمة، معظم هذه المقدمات وهي 13 مقدمة، معظمها يمكن أكثر من نصفها مخصص للعلم ومقاصد العلم وأهمية العلم وما يفيد وما لا يفيد من العلم. ومن ذلك نص في عبارة إحدى هذه القواعد أو إحدى هذه المقدمات، قال: كل مسألة موسومة في هذا العلم، يقصد علم أصول الفقه، لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية فهي عارية. كل مسألة، هذه هي الفكرة التي أنا الآن أطورها وأوسعها وأعبر عنها بهذا العلم. قال: كل مسألة في هذا العلم، يعني وضعت في هذا العلم، لا ينبني عليها فروع فقهية ولا آداب شرعية فهي عارية، يعني دخيلة ومستعارة وموضوعة في غير موضعها. ربما تكون مفيدة في مكان آخر ومناسبة في علم آخر، لكن أصول الفقه هو كل ما ينبني عليه فروع فقهية وأحكام وآداب شرعية، وما لا يفيد هذا فهي مسألة خارجة عن علم أصول الفقه وهي مسألة مبحمة فيه. وأطال في بيان هذه المسألة في هذه المقدمة وفي مقدمات أخرى بما يفيد أن علم أصول الفقه دخلت فيه أشياء تثقله وتشغل قارئيه ودارسيه وطلبته دون أن تكون من صميم هذا العلم. الشاطبي في هذه المقدمات أيضا قسم العلوم إلى 3 أقسام: ما هو من صلب العلم، وما هو من ملاح العلم، وما ليس من صلب العلم ولا من ملاحه. إذا ما هو من صلب العلم، هنا يتحدث عن العلم بصفة عامة، كل علم له قضايا ومسائل هي من صلبه وهي عموده وهي أركانه وهي وظائفه، هذا صلب العلم، سماها صلب العلم. من العلوم والمعارف والمسائل والقضايا في كل علم ما هو صلب العلم وما هو من ملاح العلم، يعني كما لو أردنا أن نقول من العلم ما هو من ضرورياته وما هو من حاجياته وما هو من حاجياته وتحسينيته وما ليس لا من ضرورياته ولا من حاجياته ولا من تحسينياته. إذا ما هو من صلب العلم وما هو من ملح، يعني تمليح العلم
ببعض الطرائف وبعض الأمثلة وبعض الأشياء جميلة ولكن ليس ضرورية، حتى لو لم تكن في العلم لا تضره. هذه ملح العلم، أو كما نقول المستملحات أو المملحات، ولكن في العلم ما ليس لا من صلبه ولا من ملحه. وهذا هو الذي يستهدف الشاطبي أن يقول أبعده عن العلم، بما أنه في أصول الفقه وفي مقاصد الشريعة، هذا هو كتاب الموافقات، فكأنه يقول وقد صرح بهذا وأعاد وأبدأ وأعاد في ضرورة تنقية علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة والعلوم الإسلامية كلها كما سأذكر، يجب تنقيتها من كثير من الأمور التي لا جدوى منها، لا تحسينيا ولا حاليا ولا ضروريا، لا هي من صلب العلم ولا هي من ملاحه، بل ولا هي من لا هي من صلب العلم ولا هي من ملاحه. فإذا ما هي طفيليات وأشياء عديمة الفائدة، وإذا كانت عديمة الفائدة فربما تضر ولا تنفع. هذه الفكرة أن العلم له مقاصد، وأن مقاصده العمل به واستنباط ما ينفع منه، هي التي صاحبتني منذ قرأت كتاب الشاطبي الثمانينيات إلى الآن، وأنا أستعمل هذا المعيار في جميع العلوم. إذن هذا هو المعنى الأول لما أعنيه بتقصيد العلوم، العلوم الشرعية وغير الشرعية أيضا، ولكن نحن موضوعنا العلوم الشرعية. العلوم لها مقاصد، لكل علم مقاصده. إذن أولا، إذا لم تكن هذه المقاصد واضحة نوضحها، إذا لم تكن محررة نحررها، إذا كانت ناقصة البيان نستكمل بيانها. هذا التقصير الأول. والتقصير الثاني هو أن نلتزم بتلك المقاصد حتى لا نحيد عنها، لأن أحيانا البحث العلمي لأسباب متعددة تاريخية أو واقعية أو سياسية ينجر من هنا إلى هناك، فإذا بالحركة العلمية بذلك العلم بعيدة عن البدايات وعن المقاصد المحددة لهذا العلم، وإذا بها تقع في اضطراب وتدخل في العلم ما ليس منه وتسخره لغير ما خلق له. فإذا بعد تحديد مقاصد العلم الالتزام بتلك المقاصد ومراعاتها والتقيد بها. بعد ذلك، وهذا يعنينا نحن المعاصرين أكثر، حين نريد أو ينادي المنادي أو ينادي المنادون إلى تطوير العلم علم معين أو مراجعته، فيكون المعيار الذي نحتكم إليه هو تلك المقاصد، مقاصد هذا العلم، مقاصد العلم بصفة عامة ومقاصد هذا العلم بصفة خاصة. لأن الآن على سبيل المثال هذه الفكرة أيضا حضرت عندي بقوة حينما بدأت أناقش وأستمع وأكتب في موضوع تجديد علم أصول الفقه، وكما ربما يعلم بعض الإخوة المتابعون، مع فريق من الأساتذة الأصوليين في المغرب الدرجة الأولى، وشاركنا أحد الإخوة المصريين، كتبنا كتابا سميناه التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه. فكنا ناقشنا، طيب نحن متفقون على تجديد علم أصول الفقه ونريد أن نكتب كتابا نموذجيا في هذا التجديد، لكن أولا ما الذي يجدد وما الذي لا يجدد في علم أصول الفقه؟ ما الذي يمكن أن يضاف وما الذي لا مكان لإضافته ولا مجال لإضافته؟ وما الذي يمكن حذفه وما الذي لا يمكن؟ إذن هنا استعملنا كلمة واحدة هي مقاصد العلم. ما هي مقاصد العلم؟ فقررنا أن ما يخدم تلك المقاصد ويندرج فيها هذا ثابت ونعززه ونوضحه ونقويه بالأمثلة المعاصرة، وما لا يخدم تلك المقاصد ويشغل عنها ويشوش عليها هذا يجب إقصاؤه من التجديد، أن نقصيه ونزيله. ومن قديم أنا قرأت في كتاب أبي الحسين البصري المعتزلي، في كتابه المعتمد، وبعد ذلك عند الغزالي قبل أن أقرأ عند الشاطبي، حولهم وربما أبو الشوكاني وعدد من العلماء يقولون مباحث كثيرة
فلسفية ومنطقية وكلامية ولغوية وتاريخية دخلت في علم أصول الفقه وهي ليست منها وليست من مقاصده. مثلا كيف بدأت اللغات؟ وهل اللغات توقيفية أو توفيقية؟ هذا في تاريخ اللغات لا شأن لعلم أصول، لا يقدم ولا يؤخر شيئا على سبيل المثال. ومباحث كثيرة، هذا مبحث تاريخي ويمكن أن يكون مبحث من المقدمات لعلم اللغة أي لغة. وهكذا مباحث كلامية كثيرة ذكر منها الشاطبي الشيخ كثير وغيره، والفكرة قديمة، أبو الحسين البصري في القرن الرابع والغزالي في القرن الخامس، ولكن مع ذلك استمر هذا التداخل في علم أصول الفقه. وبسبب هذا التداخل وهذا الإقحام لقضايا كلامية وفلسفية ومنطقية ولغوية وتاريخية في علم أصول الفقه أصبح أداؤه لوظيفته على غير ما لا تتحقق إلا بنسبة ضعيفة. وأصبحت هذه المعارك والنقاشات تشغل الدارس عن المقاصد الحقيقية. إذن فلذلك قررنا أن هذه المسائل نقصها، ونحن في ذلك نتأسف الشاطبي نفسه أقصاها بنسبة معينة، ونحن عملنا على إقصائها بدرجة أكثر عملا بقاعدته. الإمام الغزالي حاول أن يقصي هذه المباحث، ولكنه له عبارة شهيرة يعرفها أهل الاختصاص، قال إنه أراد بعد أن قرر أنه دخلت هذه المباحث في علم أصول الفقه وليست منه، قال ومع ذلك أرى أن لا أخلي هذا الكتاب أو هذا المجموع من شيء منها، فإن الفطام صعب، لأنه متكلم كبير وفيلسوف كبير، قال يعني يصعب علي أن لا أناقش هذه الأمور. فطام صعب، إنسان رضيع حينما نفطمه صعب، سيبكي ويعتز ويصرخ فهكذا. فإذا الغزالي مضى بالنسبة، الشاطبي كان أكثر صرامة وأقصى عددا كبيرا من هذه. أو نريد أن نصحح مسار العلم وأن نرجعه إلى سكته، ننظر إلى مقاصده. وقد كتبت بعد ذلك كتابا صغيرا يختصر المسألة ويطبقها في علم أصول الفقه تحديدا، وهو كتاب صغير، كتاب علم أصول الفقه في ضوء مقاصده. فهو يمكن أن يكون أول تطبيق وتجربة خاصة بعلم من العلوم في هذه الفكرة، فكرة تقصيد العلوم الشرعية. الآن أنا كما قلت أريد أن أعرض فكرة وليس مشروعا مفصلا. كيف؟ هذا الكيف يعني هو بين أيدي الأساتذة وبين أيدي العلماء وبين أيدي كل من اقتنع بالفكرة. ولكن الجامعات الإسلامية الرائدة كهذه الجامعة لها مسؤولية خاصة، فأساتذة هذه الجامعة وطلابها في بحوثهم أيضا يعني يجب أن نحدد أولا كل علم نستقصد، لأن مقاصد كل علم أحيانا نجدها في مقدمات بعض الكتب. لماذا علم أصول الفقه؟ لماذا علم الكلام؟ لماذا التفسير إلى آخره؟ ولكن الآن نحتاج أن نستقصيها أكثر ونمحصها ونصوفيها وتصبح عندنا إما في كتاب واحد نجمع مقاصد العلوم الإسلامية، مقاصد العلوم الإسلامية، وإما إذا كان الحجم كبيرا وأردنا أن نتوسع أكثر نجعل كتابا لكل علم في مقاصده فقط، في مقاصده وكيف تحفظ، وأمثلة من الحالات التي تم الخروج عن تلك المقاصد. فإذا هذا يحتاج إلى إنتاج، قد يكون شخصيا، قد يكون مشروعا تتبناه أي جامعة إسلامية أو أي كلية إسلامية. وأذكر مثالا آخر غير ما ذكرته في أصول الفقه، وهو مجال التفسير. التفسير هذا موضوع أيضا اهتم كثير من المفسرين بمقاصد التفسير، وخاصة حينما يلاحظون الخروج عنها بما يفسد التفسير أو بما يصرفه عن مقاصده الحقيقية. وفي القاعدة الفقهية
الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. ففي أي إذا اشتغلت بشيء عن المقصود فهو يصرفك حتما عن المقصود، إذا اشتغلت بغير المقصود سيشغلك عن المقصود. بمعنى الانشغال بغير المقصود لا بد أن يكون على حساب المقصود. فلذلك أعطيت الأمثلة في موضوع التفسير أيضا. الدين بن عبد السلام تاريخيا في إشارات سريعة وانتهي، يقول رحمه الله الدين بن عبد السلام وهو الإمام الكبير والعالم الحد والمجاهد المقدام، يقول: والغرض من التفسير الوقوف على مقاصد القرآن المفيد للأمور الدينية، وأما عرفان أي معرفته، وأما عرفان العضو الذي ضرب به القتيل فقل نضربوه ببعضها. بعض المفسرين يقولون فقل نضربوه ببعضها، هل بيده أم بقدمه أم كيف، بأي عضو من الأعضاء ضرب هذا يعني ما هو. قال: وأما العضو الذي ضرب به القتيل إلى آخره، ومعرفة القرية التي أمر بدخولها، وكذلك الذي شبه بعيسى حتى صلب بدل عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بشخص آخر. من المفسرين من يقف طويلا ليبحث عن هذا الشخص من هو وما علاقته بموسى وما اسمه وما كذا، يعني أما هذه الأمور يقول ابن السلام: وكذلك الذي شبه بعيسى عليه السلام فصلب، وكذلك الاختلاف في عدة أصحاب فرعون لما تبع موسى عليه السلام، لما ذهب موسى عليه السلام بأصحابه فتبعهم فرعون وملأه، كم كان عددهم؟ كذا وكذا، وقيل كذا، وقالت الثورة كذا، وقال إلى آخره. كل ذلك يقول ابن السلام كل ذلك مما لا تمس الحاجة إليه ولا تحث الضرورة عليه، شبيه بما قال الشاطبي، بمعنى هذا ليس من صلب العلم ولا من ملحه. فإذن يدعو المفسرين إلى التخلص من هذه الأمور وعدم الاشتغال بها. الشاطبي يقول في هذا الموضوع، موضوع تفسير صفة خاصة: إن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، مع أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما ذكر. هذا ليس من مقاصد القرآن، وإذن فهو ليس من مقاصد المفسر. وهنا أيضا كلمة للشيخ معشور بعد أن استعرض مقاصد القرآن ثمانية ثم استدرك على نفسه فأضاف مكتبين آخرين، قال: المفسر عليه أن تكون مقاصده في التفسير هي مقاصد القرآن. ها هي مقاصد القرآن، وقد ذكرها في البداية في المقدمة الرابعة ثمانية مقاصد عامة، ثم أضاف شيئين آخرين بدايا له. قال: المفسر يجب أن يكون غرضه ومقصوده في تفسيره هو خدمة هذه المقاصد القرآنية. وكذلك فعل رشيد رضا رحمه الله الجميع في تفسير المنار، حيث توقف في تفسير إحدى الآيات أظن في مطلع سورة يونس، وذكر مقاصد القرآن وجعلها عشرة، فإذا تطابق العدد وتطابق كثير من المضامين بينه وبين الشيخ ابن عاشور، وهو أيضا اتخذ تلك المقاصد إبراسا ومعيارا حينما يصل إلى آية يسرف بعض المفسرين في بيانها والاستطرادات المتعلقة بها في الطبيعيات والفلك وعلوم اللغة والتاريخ، هو يعرض عن ذلك وينتقده ويقول: ليس من مقاصد القرآن أن ندخل في هذه التفاصيل التي أشار إليها الشاطبي وأشار إليها الدين بن عبد السلام. فهذا إذن نموذج آخر يبين تهمم عدد من العلماء ببعض الاختلالات وبعض الانشغالات التي ليست من صميم العلم،
وليست من مقاصد ذلك العلم وهي تضر، هذا هو المشكل. لو كانت لا تنفع ولا تضر لكان الحقب هينا، فهي تضر. ففي القرآن تصريحك عن حقيقة القرآن. شيء من هذا يقال عن تفسير الفخر الرازي الذي قيل فيه، وهو اسمه التفسير الكبير، لا أعرف حجمه. قيل عنه أو قال بعض ناقديه من العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، يعني باحث ويستطرق حتى تنسى أنت الآية وموضوعها. والسيد طنطاوي الجوهري في هذا العصر كذلك انتقد لنفس السبب. فإذا يجب أن نعرف مقاصد القرآن ونوجه الآيات ونوجه قارئ التفسير في نطاقها، وهكذا يقال في سائر العلوم. هذا هو المقصود بهذا العنوان وبهذه الفكرة. وبالله تعالى التوفيق، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.